يعني الميزانية اللي بديتي بيها انتي في المشروع أدي لك شحال كلفاتك تقريبا؟ الميزانية ديالي كانت قليلة 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 بالبزاف، نقدر نقوله حوالي 10 ملايين. هذيك الميزانية اللي قدرت تخليني انه نستأجر محل صغير ونشري بها سلعة صغيرة باش نفتح الماركة ديالي، والحمد لله يا ربي دوكا راني كبرت المشروع ديالي وكبرت الحانوت وكبرت الاسم سورتو. وشنو هي في رايك انت هي الحاجة اللي تخلي الانسان ينجح ولا يكبر مشروعه من 10 ملايين حتى يعني يوصل بالك وين راهو حاب ولا؟ الخدمة الخدمة، انك تابر وتشقى وتتعب وتعيا وبالك تسهر ليالي وجو سي با كوا، هادو هما العفايس اللي يخليو وقت تلحق لوينك حاب. دوك انت ماشي تقول عندي 10 ملايين ننفيستيهم في حاجة وتقعد على عقد وجو سي با كوا، تقعد تستنى الحلم ديالك يتحقق لك بلا حتى صعيبة. صعيبة اكيد صعيبة، ماناش نقولوا العكس، لكن انك تابر وتشقى وتتعب باش تلحق لوين راك حاب. 10 ملايين بزاف مليون. خدمتي ربما خدمت. طول اليوم طول الاسبوع خدمت وعييت والحمد لله يا ربي. قلت لكم انا مهما نلحق نقول بلي مازال ما لحقتش، مازال قدامي طريق طويل ان شاء الله باذن الله باش نلحق للطريق الناجح.